قناة موسوعة علوم كامبريدج ترحب بالطلاب وتدعو الجميع للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. لا تنسى اللايك والتعليق بما تريده في الفيديوهات التالية، على أساس اللي احنا نوفرك مادة تعليمية مناسبة ليك. بكم نرتقي، ويلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلاب، هنحل معاكم تمرين مهم في الوحدة الثالثة الدرس الأول. 3-1 يعني الوحدة الثالثة الدرس الأول، التبخر. أقول لكم معلومة جميلة، قول يا أستاذ. التبخر ده لا اسم تاني ممكن نقول عليه التصعيد. قولها تاني، التصعيد. يعني انت بيبقى عندك سائل بيصعد ويتحول الى غاز، سائل بيصعد ويتحول الى غاز او يتبخر، يبقى التبخير لاسم تاني اسمه ايه تاني نكرر؟ التصعيد. قولوا تاني، التصعيد. طيب السائل ده هو بيكتسب طاقة حرارية او بيسخن فيبدأ يتحول الى بخار او غاز، بنقول عليه بخار اما يكون ماء، اما يكون السائل ده ايه؟ ماء، فنقول يتحول الى بخار ماء. تعال نشوف السؤال الاولاني كده يعرفنا معنى التبخر وكيف يحدث وهنستفيد ان شاء الله. اختر كلمة صحيحة من بين الاقواس عندما تكون مناسبة، وهنأكمل بعض الاشياء. يحدث تبخر عندما تتحول المادة من الحالة، برافو عليكم، اهي السائلة، الى الحالة الغازية. يبقى هنا نقول الحالة الايه؟ السائلة الى الحالة الغازية. تحول المادة من الحالة السائلة الى الغازية. الجزيئات الموجودة، فين الجزيئات ديت؟ الموجودة في السائل بيحصل لها ايه؟ نقول تكتسب، يعني تلغي هذه وتكتب هنا ايه؟ بتكتسب ايه؟ الطاقة. تكتسب الايه؟ الطاقة. نكتب كلمة الطاقة، يبقى بناخد تكتسب ونكتب كلمة الطاقة. وتتحرك أسرع، نلغي هذه وبعدين نلغي هذه. وتتفرق إلى أن يفلت بعض منها من السطح لتصبح غاز. يبقى العبارة نحفظها مع بعض، كي دي تفسير التبخر، يعني العبارة دي معناها تفسير التبخر، أو قلنا إيه؟ برافو عليكم، التصعيد. إن المادة السائلة بتتحول إلى غازية، إزاي بتتحول؟ إنها تكتسب إيه؟ حرارة أو طاقة حرارية، فتتحرك الجزيئات، تتحرك الجزيئات أسرع، وتتفرق أو تتباعد، إلى أن يفلت بعضها من السطح وتصبح إيه؟ وتصبح غاز. السؤال الثاني بيقول لك الأسمنت الموجود في خلاط الأسمنت يعد مادة سائلة. يعني لو رحت الناس اللي بتصب البيوت وبتبني البيوت وبتعمل الأسمنت وبتخلطه مع بعض في الخلاط كده تحس إنه مادة إيه؟ سائلة. أما الموجود في قوالب الطوب لما تضعف الطوب فهو مادة إيه؟ صلبة. لو رحت بقى خلاص نشف، مادة صلبة. إيه اللي حصل؟ حدث عملية تبخر الماء من الاسمنت حتى يجف الاسمنت. ان يبقى اللي حدث هنا ليه تحول من سائل الى صلب؟ ان تبخر الماء من الاسمنت وبذلك جف الاسمنت. يبقى نقول بسبب حدث ده، بسبب ان تبخر الماء حتى يجف الايه؟ الاسمنت. تبخر الماء حتى يجف الاسمنت. نيجي للسؤال التالت، لماذا تجف البرك اسرع في الايام الحر؟ يعني اليوم الحار البرك بتبقى اسرع. ليه؟ لارتفاع درجة الحرارة مما يكسب ماء البرك طاقة حرارية اكبر، فما يجعل الجزيئات تتحرك اسرع وتتباعد عن بعضها ويتحول البخار الماء الى ايه؟ بخار. يبقى نقول لأن الحرارة العالية في الأيام الحارة بتعمل إيه؟ الحرارة العالية في الأيام الحارة
بتكسب جزيئات الماء طاقة أكبر. طيب بتكسبها طاقة إيه؟ أكبر مما يجعلها تتحرك أسرع فتتباعد الجزيئات وبالتالي يسهل انفلاتها وتحولها إلى غاز. يعني بمعنى احنا عندنا بيبقى عندنا سائل، عشان تفهمها دليل الفهم بقى خلاص الإجابة، انت تديها حرارة عالية يعني تديها طاقة حرارية خلاص بيخلي الجزيئات دي بتتحرك أسرع كده، تتحرك تجري في جميع الاتجاهات تتحرك أسرع، ومتحرك أسرع بيحصل إيه؟ تتحرك أسرع يحصل إيه بعد كده؟ تتباعد، أو يبقى فيها تباعد كده فيحصل إيه؟ يسهل انفلاتها، تبدأ تخرج بقى تخرج يسهل انفلاتها من السائل، هنا نقول إيه؟ فيسهل، ها برافو عليكم، انفلاتها وخروجها من السائل بحيث ان هي تتحول الى مادة ايه؟ الى مادة غازية. يبقى في النهاية عاوزين نعرف بقى اسئلة هي مهمة، نتعرف التبخر او يقول لك عرف التصعيد، اسئلة الاختبارات اهي، يبقى تقوم قايل ايه؟ التبخر اللي هو نفسه التصعيد، نقول كده هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بالحرارة. طيب اعط دي سؤال، سؤال اتنين، اعط مثال للتبخر او التصعيد اللي هو الماء نكتب عليه حرارة بيتحول الى بخار ماء، الماء نكتب عليه تحته كده ايه؟ سائل، بخار الماء نكتب تحته ايه؟ غاز. السؤال التالت، فسر حدوث التبخر أو التصعيد، نقول عند اكتساب السائل طاقة حرارية بيحصل ايه؟ بتزداد سهم كده بتحصل تزداد سرعة حركة الجزيئات، وما تزداد سرعتها يحصل ايه؟ فتتباعد او تتفرق الجزيئات عن بعضها البعض مما يسهل عملية انفلاتها من السائل وتحولها إلى بخار أو غاز. دي حاجات مهمة زي نعرف التبخر المادة السائلة تحول إلى غازية بالحرارة، السائلة تحول إلى غازية بالحرارة، المثال الماء بيتحول لبخار ماء بالحرارة اللي بيحدث، اعرف النقاط دي، إن أول حاجة اكتساب طاقة حرارية، تاني حاجة تزداد سرعة حركة الجزيئات، تزداد سرعة حركة الجزيئات، تالت حاجة بتتباعد الجزيئات عن بعضها، رابع حاجة بيسهل عملية انفلاتها من السائل وتحولها إلى بخار أو غاز. من المعروف والشكر الجزيل للطلاب الأوفياء، دول الطلاب اللي هما عندهم نوع من الاستمرارية، عندهم نوع من الصبر في التعلم، اللي هم راغبين في تعلم جيد، تعلم جيد، دول الطلاب
الطلاب دول اللي ما بينسوش معانا الاشتراك، ما بينسوش اللايك، المشاركة الفيديوهات حتى تتم المعرفة، اللي بيبدوا دايما بآرائهم لنا على أساس إن احنا نلبي جميع الرغبات.